الوصول الى دوري يلو بالنسبه لي زياد العفر. عادت بعد ذلك عن طريق مارتينيز. يا سلام على المرور، يا سلام على التصويب، يا الله جول كريستيان مارتينيز. مارتينيز مارتينيز يسجل الأول ويتقدم لمصلحة الجندل. يا سلام يا سلام يا سلام على مارتينيز. نعم يسجل، ولو كأن الكرة بدأت سهلة لباتل أو للحارس يونس الخضير، لكنها استقرت في الشباك، ويسجل من خلالها فريق الجندل الهدف الأول. هذا مارتينيز، المرور بعد ذلك التصويب من جانب مارتينيز، ويسجل أول كرة التي ضربت الأرض قبل وصولها لحارس المرمى. نعم نعم ضربت الأرض، بعد ذلك أصبحت صعبة جدا على حارس المرمى، ويسجل من خلالها الجندل الهدف الأول ويتقدم بواحد صفر. إلى مشعل ثاني، رمية التماس تنفذ بحثا عن راسية خطيرة جدا لازولوت، لكنها مرت. الله جول لوفا نور يعدل النتيجة. لوفا جول، نعم لوفا جول يسجل هدف التعادل لمصلحة البكرية. البنفسجي يعود سريعا عن نجمه الأول، عن طريق نجمه الأول. نعم لوفا نور يسجل ويعود بالبكرية ويعدل الكفة، واحد مقابل واحد في الدقيقة 26 عن طريق لوفا نور. هل كان هنالك شيء في اللقطة الماضية أم أن الهدف سليم؟ هذه اللقطة، هذه اللقطة، هذا الاشتراك، لا شيء على ما يبدو، لا شيء على ما يبدو إلا إذا كان هنالك عودة للفار. العرضية من أيوب الأخضر، بعد ذلك لوفا نور طار وحلق وسجل هدف التعادل، واحد مقابل واحد إذن لمصلحة البكرية في هذا التوقيت. كريستيان مارتينيز بعرضية خطيرة، يا الله خيالي 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 يا مارتينيز، يا سلام يا سلام يا سلام، أي كرة لفت ودارت، وهدف رائع جميل جدا عن طريق كريستيان مارتينيز. يا الله يا مارتينيز، ماذا تفعل في هذا اللقاء يا مارتينيز؟ هل كل هذه الإمكانيات تملكها يا مارتينيز؟ يا الله على الهدف، يا الله على الهدف من جانب اللاعب كريستيان مارتينيز. هدفين مقابل هدف، هل كانت الهفوة من يونس الخضير أم أنها؟ يا الله خيالي 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 يا مارتينيز، رائع جدا، هدف الجولة قد حسم لمصلحة اللاعب ماجد الخيبري. نكمل بعد هذه الكرة الخطيرة جدا لمصلحة البكرية في لمسة رائعة جدا عن طريق البركة العرضية، يا سلام. الله أي عودة، أي عودة يا بنفسجي، أي كبرياء يا بنفسجي، أي شخصية يا بنفسجي، عادوا 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 مرة أخرى، عادوا وسجلوا في بداية الشوط الثاني العرضية، بعد ذلك الهدف، بل هو زكريا فاتي. زكريا، نعم زكريا الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، نعم زكريا كان بديلا لمؤيد الطليحي. هدفين مقابل هدفين، هذه العرضية شوف أيوب الأخضر، بعد ذلك التحضير لإبراهيم البركة، والعرضية من البديل. يا الله يا الله، أي بديل أنت، أي بديل أنت يا زكريا فاتي. طار وحلق وسجل الثاني وعدل النتيجة، هدفين مقابل هدفين في مباراة الأهداف الجميلة. أي تبديل ناجح، أي تبديل. لاعب السنغالي فيوكس أبلاي الذي سجل 29 هدف في الموسم الماضي، عادت بعد ذلك خطيرة جدا، يا الله على طاري الأهداف سيباي الهداف يسجل الهدف الثالث
لمصلحة الجندل. سيبايوس يسجل، نعم، وبطريقة رائعة جدا يتقدم لمصلحة الجندل. الاستحواذ والسيطرة لمصلحة البنفسجي، لكن من يسجل؟ من لا يسجل سيستقبل، وها هو يفعل. سيباي يسجل الثالث لمصلحة الجندل في الدقيقة 75. نعم، شوفها من بدايتها عن طريق أيمن الخليف. يا سلام يا سلام يا سلام، رائعة جدا عن طريق سيباي. الهداف يظهر ولو بكورة وحيدة، ولو بفرصة وحيدة من أجل أن يسجل ويتسجل.